عيسى سمير يقول لك: هل لك علم بحكاية تصدير المحروقات لفرنسا بالمجان؟ هذه الحكاية اللي راها قالبة الدنيا بين قوسين. يقولوا من له علم، اللي يكون له علم هذا اللي مارس الحكم وكان عنده ضلع فيها. أنا ما مارس الحكم، أنا كنت في مؤسسة ما عندهاش حتى ضلع في بيع المحروقات. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.